بكم مجددا. نأمل أن تكون تطبيقات شهر فبراير أعجبتكم. اليوم تطبيقات مميزة لشهر مارس. أهلا في ابتكار. ونبدأ مع Office Lens من مايكروسوفت. هذا التطبيق يحول كاميرا الهاتف إلى جهاز سكانر، تقوم من خلاله بعمل سكان للأوراق والصور المهمة والاحتفاظ بها على هاتفك أو طبعها مرة أخرى. ولا يقتصر الأمر على الصور والأوراق، بل يمكن عمل سكان للبزنس كاردز أو حتى للسبور. التطبيق مجاني بالكامل وهو متاح لهواتف الأندرويد والآي أو إس والويندوز فون. ثانياً، تطبيق سترافا رننج أند سايكلينج جي بي إس. إذا كنت من هواة ممارسة رياضة الجري أو ركوب الدراجات، فربما عليك تجربة هذا التطبيق. يقدم مميزات فريدة مثل تتبع النشاط خلال ممارسة الرياضة وبعدها لمعرفة المسافة المقطوعة والارتفاع عن سطح البحر وكمية السعرات الحرارية التي تم حرقها، كما يوفر تحديات للقيام بها خلال فترة معينة، بالإضافة لمتابعة أصدقائك المستخدمين للتطبيق ومعرفة مدى نشاطهم ومدى ما حققوه من أهداف. التطبيق مجاني مع مشتريات بداخله وهو متاح لهواتف الأندرويد والآي أو إس. ثالثاً، تطبيق كيوبوت وهو مساعد شخصي تستطيع استخدامه من خلال الواتساب، فبعد تنصيب التطبيق ومنحه الصلاحيات اللازمة يمكنك استدعائه من خلال أي محادثة جارية للمساعدة. كيوبوت بإمكانه البحث من خلال مقالات ويكيبيديا، القيام بالعمليات الحسابية، البحث عن المقالات الإخبارية ومعرفة تقييم الأفلام من خلال موقع IMDB وروتن توميتوز وغيرها من المهام. التطبيق مجاني مع مشتريات بداخله وهو متاح لهواتف الأندرويد. رابعاً، تطبيق تونتاستيك 3D وهو تطبيق تعليمي من إنتاج جوجل، تستطيع من خلاله صناعة أفلام رسوم متحركة ثلاثية الأبعاد بسهولة دون الحاجة إلى أدوات وتطبيقات صعبة ومعقدة. التطبيق متاح به العديد من الشخصيات والأدوات والرسومات لاستخدامها في صناعة الأفلام، كما يمكنك رسم الشخصية التي تريد وتحريكها، وتقوم بتسجيل الأصوات من خلال الميكروفون أو من خلال ملفات الصوت على الجهاز. التطبيق مجاني وهو متاح لهواتف الأندرويد والآي أو إس. خامساً، كويك وهو تطبيق تعديل وتحرير فيديوهات بطريقة احترافية، وأعجبنا به ميزة أنه مجاني بالكامل، ويمكنك التطبيق من إضافة حتى 75 صورة وفيديو في المرة الواحدة لتحريرهم، كما يحلل التطبيق الفيديوهات والصور تلقائياً لتعديلها، ويستطيع التعرف على الألوان والوجوه لسهولة التعديل. ويوفر التطبيق 25 ستايل مختلف للفيديو من ناحية الجرافيكس والخطوط والفلاتر، ويمكنك تعديل الستايل أيضاً بعد اختياره. التطبيق مجاني بالكامل كما ذكرنا، وهو متاح لهواتف الأندرويد والآي أو إس. كان هذا الجزء الأول من تطبيقات مميزة لشهر مارس، الروابط أسفل الفيديو. انتظرونا مع الجزء الثاني الأربعاء القادم. أنا ريم وفريق العمل خلف الكواليس نشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء.